السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طالبة شماخ الفان الكندي من مدرسة الشفا بنت عبد الله، الحاصلة على جائزة أفضل مشروع فردي مرحلة متقدمة في مجال التكنولوجيا في مسابقة العالم الإماراتي الشاب. بصراحة بداية فكرتي للمشروع اليد الثالثة كانت يوم واجهت عمال الكهرباء والصيانة، واكتشفت أن هذه الفئة من المجتمع تحتاج المساعدة لأنهم يتعرضون لمشاكل بشكل يومي، ويتعرضون لحرارة الشمس والشغل تحت الأجواء الحارة، وأيضاً جو الإمارات مو بسهل أنه يشتغل فيه كل يوم تحت الشمس. فقررت أني أبتكر هذا الاختراع اللي بيساعد أنه يحول وظيفتهم من وظيفة خارجية لوظيفة مكتبية، وهالشيء بيعلي من دقة عملهم وبيقلل من الجهد والعمل، وبتتحول وظيفتهم منهم أنها وظيفة عملية لوظيفة تقنية، بحيث أنهم بيتعلموا أكثر عن البرمجة والابتكار والأمور بالكهرباء والصيانة للاختراع أكثر من العمل في الحر برا. مثل ما تشوفون بيروح عامل الكهرباء والصيانة أنه يرتدي هذا القفاز اللي يحاكي حركة اليد الحقيقية، بحيث أن هذا القفاز بيرسل إشارات للجهاز نفسه أو اليد الثالثة اللي هو اسم اختراعي، بالرغم أن نحاكي اليد الحقيقية من خلال هذا القفاز. مثل ما تشوفون بعد ما نرسل إشارات من هذا القفاز لليد الصناعية، بالرغم من خلال الدرون أن نرفع الاختراع للأعلى، وهذه اليد الصناعية بتحاكي اليد الحقيقية عن بعد المسافات. طبعا العامل بيكون قاعد في مكتب، وهذا الاختراع هو اللي بيروح لمواقع العمل وبيشتغل. طبعا من خلال هذا الاختراع بنروم ان نزيد دقة العمل، مو بس شي بنروم ان نخلص العديد من الاعمال في وقت قصير جدا، ويساعد هذا الاختراع دولة الامارات منها تحقق احلامها ومئوية الدولة. من طلعت بفكرة المشروع رحت للأستاذة عائشة الزرعوني من مدرستي مدرسة الشفا بنت عبد الله، ومول ما قصرت ساعدتني بإني أعرف شو الأشياء اللي بحتاجها أو شو المهارات اللي بحتاجها. رمت من خلال الأستاذة عائشة إني أسجل بالعديد من الدورات مثل طباعة ثلاثية الأبعاد، وأيضا دورات لحام برمجة وكهرباء وغيرها من الأشياء الثانية. بعد ما طورت مهاراتي في هالأشياء رمت بحمد الله إني أبتكر هذا الابتكار، رغم انه ما كان شيء هين اني اسوي، ولكن الحمد لله رمت اني احقق حلمي اني اخترع اول اختراع لي اللي يساعد لو جزء بسيط من المجتمع بانه يطور من فعالية شغله وغيره من الاشياء. وقدمت هذا الاختراع في المهرجان الوطني للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، بالتحديد في مسابقة العالم الاماراتي الشاب، وفرحة فوزي كانت فرحة ما توصف. طبعا اشكر اهلي على دعمهم، ومن ما قصروا ومن خبرتهم ان ودي اسوي اختراع كان دعمهم وتشجيعهم دايم طول فترة الابتكار وحتى طول فترة المسابقة، وساعدوني بإني بتوفير المصادر لي اللي هي مصادر التعلم والأشياء اللي أحتاجها عشان التمرين وكل هذه الأشياء. طبعا ما ننسى دعم إمارتنا الجميلة إمارة الشارجة. وأول ما استلمت الجائزة رحت وبشرت أهلي، خبرتهم أني فزت بالجائزة اللي من الطفولة أنا كنت أحلم فيها. طبعا هذه الجائزة بالجوائز المقربة لقلبي، ولكن ما بنسى الجوائز الثانية مثل جائزة عون للخدمات الإنسانية، جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، فئة الطالب المتميز، وغيرها من الجوائز الثانية. وتم ترشيحي أيضا من سفراء المستقبل، وسافرت للندن جامعة UCL ودرست عن علوم البيانات، وأنا عضوة في عديد من البرامج الثانية. طبعاً أوجه الشكر لجميع المؤسسات اللي دعمتني مثل سجايا فتيات الشارجة، مؤسسة ربع قرن، أيضاً جمعية المخترعين وغيرهم من المؤسسات الأخرى اللي كانت شريكة لي في رحلتي. طبعاً ما أنسى أهلي، كان لهم دور كبير في حصولي على جميع هذه الإنجازات. دعمهم الدائم والمتواصل لي هو اللي خلاني منو أنا اليوم.